صباح الخير. نهار اليوم رح تكون الأجواء باردة مع هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة. غدا نهارا رح تكون الأجواء شديدة البرودة والرياح نشطة السرعة. رح تسجل درجات الحرارة نهارا 11 بالليل رح تنخفض ل 6 درجات مئوية. يوم الثلاثاء والأربعاء رح تكون الأجواء باردة رح تسجل درجات الحرارة نهارا 13 بالليل رح تنخفض ل 7 درجات ورح تكون الأجواء باردة نسبيا. رح ننتقل لملخص خص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة. رح يكون في نشاط على سرعة الرياح الشرقية الباردة تنبيه من تشكل الصقيع وانخفاض على درجات الحرارة. رح نستعرض درجات الحرارة نهار اليوم في المدن الأردنية. إربد 16 المفرق 14 الزرقاء 13 رح تسجل درجات الحرارة نهار اليوم بعجلون 13 جرش 14 شرق عمان 12 درجة وأجواء باردة. السلط 15 غرب عمان ومادبا 12 درجة رياح نشطة السرعة. البحر الميت 20 أجواء مغبرة. الكرك 9 درجات والطفيلة 13 وأجواء باردة. معانا 12 ورياح نشطة السرعة مدينة العقبة 22 نهار اليوم ورح تكون الأجواء معتدلة فيها. هاي الليلة رح تكون الأجواء شديدة البرودة رح تسجل بقرب 8 عجلون 3 جرش 7 درجات وشرق عمان 3 درجات. السلط وغرب عمان 3 درجات، مادبا 3 درجات أجواء شديدة البرودة، البحر الميت 13، الكرك درجتين والطفيلة 3 درجات. معان رياح نشطة 3 درجات هاي الليلة والعقبة أجواء باردة نسبياً و13 درجة مئوية. بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية رح تكون الأجواء مقبولة اليوم لممارسة أغلب النشاطات الخارجية. بالنسبة للصحة رح تكون الظروف الجوية محفزة بشكل متوسط للإصابة بأغلب الأمراض. أجواء مقبولة اليوم لممارسة الرياضة الخارجية. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، نتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة. فقرة الدنيا دنيا مكملين معكم.